عن عبد الله بن زبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أنفر مدى جوام خانم يشكتا ما يشك العلامات منافقينيش بيقين وايلم لسطا هشتاي مسلمانان في الآن كده عربون زور زوري جي كان جل لقل ميردا ميرد لقل جنا برا لقل برا برا لقل خشكا لوي ودس بيبكا حتى وكبروا بولاي ملا لقل ملا عالم لقل عالمة ما مصا لقل ما مصا يتر كاسب كار لقل كاسب كارا هموي بيكتريكا جوان شيكا موبوتان بيلي تيبغن آتي كيشي لسلا الله جل جلاله أفرمي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. زور كزهي لدنيا أفرمي لمنافقين كتو جوي لي أجري قسكاني سرسامعك قسكاني بقوت سيجواني بيه باقبريقي بيه بلان بوشي طبعا بوكس يقنا كإيماني بهز بيه ونفاق بناسه ومنافقين بناسه وقسكاني شان بناسه تو بوكسي كداما وكسي كي ساده زورا قداري وبابتانا نيكا قسي بوكا سرسامة ببهي وذي فكر يمان لقسي خويا فرمي: أقداري كلمة الحكيم على لسان منافق بن. أقداري وشي بر حكمة بن كالسر زباني منافق درس بي هالمخالطين معجبي ما بن تماشاكو مالقاي خومان تان كردوا شان منافق هاتو خوي كرلي بفس بس بالوان هيتش درنا شو دقورترين دز درشو قورترين كافر درشو قورترين دجمني او ملة درشو شان هات ببزاني منافقك حقك بدم يادي معناه يوني بياوي شاكا او حقي لمصلحتي تو وتو او حقي بوبدس هيناني برجونديكي خوي وتو ويعجبك قوله في الحياة الدنيا أنجا ويشهد الله على ما في قلبه. زوجة المنافق قد يخوى أجك أبا شاهد لسردلك أو مصلحتي تويه وهو ألد الخصام. بلام أمكس ألد الخصام أم علامة نفاقية ليرش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أم ألد الخصام للاي الله جل جلاله قيزة وانترين بياوة بيسترين بياوة باشا جاب زانا ألد الخصام كيا الخصام يا الخصم بريتيلا مناقشة ومجادلة بربركاني كدوك زبي بربركاني ومناقشان أولا تشيان لخصوماتان لمناقشان أهو أي لدد تشيان لدد يا ألد نووي للشرح أم حديثاك لمسلمة هاتوا شرح يكافر ما ألد يعني أو كسيك بونمونا لدولك وأروى لبري دولك توج ريكي دي ايو بيد بي اتو بي بغي بلا مو تشتا ناوراس توش تناوراس او تشتو اوسري توش تو اوسر او يتو ناوراس توش تو ناوراس او تشتو اوسر تاتي تبريني ولا يك باشا الانسان كبيق بغن اوان افرمي امدوك سن كمناقشه كان بيك ولا سر بابتي لسر بابتي مناقشه انا ببون منا من بتوليم سوين خواردن بغير الله جل جلاله شركي بچوكا واحد فعلا اگر اعتقاد وابه كأو وكو الله شايسته سوين دي بخوي اما چيه شركي قوري حديث بوين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: من حلف بغير الله فقد اشرك. باشا اوي سوين بخوا بغير الله او شركي بو الله جل جلاله انجام دا انفر مدا لاساسا بحوهش سنداته يقدو سنديه ضعيفة بلا مانتري صحيحة ما بس مني بزاد انفر مدوات وبس انفر مدا بيش لاني بشوار سندات به بس فرمدا هي بحو سنداته بدا سنداته دو سندي ضعيفة او اني كيمو صحيحة او لو لا ويا واز لها مو سند صحيحة قاني يلا انفر مدا كو ضعيفة سند ترمية صحيحة فرمودك ضعيفة فرمودي ضعيفة أنا يا تو فرموديك بي علي باشا لما تني فرمودك يا طواوك يا شيني هي بلام سندك اللي تيجاش يا لي لو كتب هاتو دو لو كتب شان هاتو أولي تو فرمودت هالبست وابي علي أغبابا
أهلي ما جورا كان كأريته ما شاء كتير بكان يعني كي لا نقل كردني زور حديثة توشي وهم بون ككتب شأن لبرد سابوا نقل يعني كردو ولا سري تويك حديثة قبل برالي أقول جاي يعني وأنا به لو كتب أنا به لكتب كترابه غلط كي شديك يا سايا ما وزانانية توشي أما نبوبه أجر أما زانا كاني بي ضربي صفر كي تبلي أخو أندرو أنكردو حديثي عن ده هنا وين كريك زانا نامينته حزك مزان يعني بخاري جقل صحيحة هي صحيح يا كي كتب كاني تريت ياتي لو شو جقل صحيحة كي كتب كاني تريت ياتي مسلم كتب كاني تريت ياتي مسندي ما محمد ياتي لو شو كافر مو حديثة أو جرات أو إجني جرات همش ديك الطبيعية طبيعتي إنسان وانات وانا كمبيوتر بيه وهم يضبط كاو خزني كاو بيك شيء وبيانه شتيك زور زور أنسائية حتى فرمودها يا فرمودي حجة الوداع صحابة كان يجرنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ديان لفظيها هاوي زيادو كم يشيت يا أكري إسم الصحابة كان تاوان باركين بلين خيانتي عن كبدو لو حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم قواري بيانا ها نا أكري وهي موايا ما بستي حديثك أنا قرر بلام أم منافقات يا تشيكا ما بستي حديثك أي ناوية تشمك خوي بدرو خاتو عشان خوي تختك أتشي يا تو وعد كردو تو وعد كردو باب بو سوج يجيك دولة كتاب تو أمسر اللي قردوه حكمة قد بو هنا بحديثي صحيح باشا أول روا لبر يقهلي إسناد بو أوسر جاري ليكوالينو لعلم إسنادك آخر منافق أم بابتا ديان فرمودي لسر نجي كودوش توناتواني بيتش اسباني برو بوزور بابتي تر دي قد تانا ولا كانالك ابون من لبيني علمانيا كان لبيني علماني واسلامي كان لبيني اسلامي واسلامي كدانيش المناقشه انا ببيكو تو موضوعك اساسي بيلي او ارواب موضوعك تر خوي لايا كاتشي لو موضوع شايقري بلقي بو يعني تو لويش درتش انا على طاوي كاتشي بو موضوعك تر جا فكرك شونه أهلي بطال بدري جايم يجو أهلي نفاق ما بستيان بوا جواب ورنقرن جواب يان ناويلتو كمناقشيتو وكا أي شيء أنا بي زور ترين برسيال لسر تو دروس كان بو چي بو مصلحتي خوان بو برجوان دي خوان بو رازان نوي خوان بو سرخصني خوان بو عقلو كسي ومنافقة بزانه بناسه كويستي لبابتك جوابي باتو نيل برواتاوي لقل يقلعينك هاتو نايل بروي بوس بوس جاري من بو يقلعيك رجاب ربويتر جاقا دقاتيش بن زور جار مناقشتو شبه لقل يكي لسر بابتك كفر تو بيالي امشتا كفر ببي وآت او نالي كفر نيا آتك وانيو اما آتك ايو تو غلط بويتو اوا بوناكا تيو جينتو لسر مسالك بروالي يعني فلانك اس كافر أخذ بابا تجي من وني أو كافر يا أنا بابا تجي من أمشت كفر يا أنا جاري بابا تجي من أوى أنت جاك تشوبه أو جاري واحد توها ترى بيلا آيش كافر على إيش وانا كسيدر خو بيني مسلامي كي لكرت أخذ بابا تجي من أمانية يسأل فلان وتشوبه في سار وشو أجر وازي لبيني حتى وكوبلم كوا حتى وكو بيانس قرني بيانس جس جرواته اي فلانك اسو اي فلانك اسو بابا تو جاري ورو سر بابا تك من شي متو من في علم بيوتيك كفر من في علم بيوتيك شيك شركه تو بو تشيبو الحيوان اما ايتي صريح بها طلع اما كفر اساتو اقرارك بام اتينا بس او تشوك منافقه قرب لي اقراري بيناكم او سلماني كافر ومنافقه وطا دوره تياتشو بو نايا وافكا ديال اي اوانشي اي امانشي اي اكتبان وعلي اكتبان وعلي او زلامه وعلي يعني او زلامه جوا اي بو فلان ملا اي بو اواروا او لددا اما بو كارباري دين اگر باسيكين بو كارباري دنيا جاري وانا تولا قال ايش هتيك ولا معامليك كاتك زاني وباب بو بيز معاملي تروي خوتي لك الله بس يوا تشاو بس لك هلا خلط يعني بو خوي بكاربي جاري واه جنو مير ديك نبي بو مناقشه في أوجه بوجنا على أوش تبوعت كده غلط يكيرونه أشكره ولا بوعت كده أم نالي جاري بوعي كده بوعي نكره عليه خوته جواه وكردوه وواه كردوه وكردوه بيره بانجاه صالمه بيجواه كده آخر جاري ما إزتاه تبوعه كده أي بانجاه صالبو يا خو نكرتم آه بيعمل بلاي